بكم؟ لا لا ما في ما في وكلنا اخوان وقلب واحد يا ابو علي. لا ابو علي ابو علي لا اسمع وين مايكل؟ ابو علي تكفل اي شيء ابو حفظكم الله والله من عاد اتحاكى وانا اتحاكى لي يوقع الملقاط في راسي. الشيطان الشيطان يقول دائما انا معي انا لاني اذا علي شاركش عندي مشاركه تفضل تفضل قول لا اله الا الله لا اله الا الله عليت عليت قول لا اله الا الله لا اله الا الله اول شيء تدري انك خذيت اجر خليني اعيد السيناريو لان ما كان طافي اسلم تدري انك خذيت اجر ليش قول ليش اسلم لانك كان شكيت او نويت او الجمهور شك او نوى يعني لو شك الجمهور ونويت يا ابو علي فش تصير هنا يصير الهوس فانت تتعمق تحس في مشكله مع ما في مشكله عرفت يا ابو علي انت سبق انك اعطيتني الضوء الاخضر تقول لي حتى لو تصحينا بالمشعب اذا ما حضر الصلاه وانا اقول على اخوياي كلهم وانا اقول على اخوياي كلهم حتى ابو علي يحب المشاركات اي اسمع 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 اي موضوعك انت الحين كنت مبادر اسمع يا شباب انتهينا الموضوع هذا انتهينا حبايبي قفلوه قفلوه والمشاهدين وفرق الدعم يا قفل قفل لا تفضل المهم فإذا نوى أبو علي أو نوى الجمهور أنهم يسببون مشكلة فلن تستطيعوا ليش؟ لأن احنا أكبر من هذا الموضوع سمعت يا أبو علي؟ مزكم مزكم بيطلع أشياء مزكم بيطلع أشياء مزكم مزكم يا أبو علي عليك عليك شكرا إذا نقول علي بخيت استمع قفل؟ أبقى حلو قفل إيه إيه نواف بناء سلطان يقول ليمون مع الختام الطيب هذا ما باقي ختمنا طيب باقي بعيد شوية لكن طبعا أذكركم معها فجر